بسم الله الرحمن الرحيم، معكم يعقوب الريامي من هيئة تقنية المعلومات. طبعا اليوم في ورشة العمل لتصنيف وتوثيق وتوصيف الخدمات الإلكترونية، أدلة الخدمات الإلكترونية لمختلف الجهات الحكومية. طبعا كمرحلة أولى نعمل على توثيق وتوصيف الخدمات، ومن ثم نشرها في البوابة الرسمية للخدمات الحكومية الإلكترونية، بما يسهل للمستخدمين الوصول لهذه الخدمات، تفاصيل هذه الخدمات عن طريق بوابة موحدة اللي هي بوابة عماننا للخدمات الحكومية الإلكترونية.